مصطفى شعبان. مصطفى شعبان اسم يحمل الكثير والكثير من اللغط والموهبة والمشاكل، وأيضاً التناقضات إن صح التعبير. الفنان مصطفى شعبان الذي يحمل الكثير من الألقاب، منها دنجوان الدراما أو شهريار، وأيضاً فنان المشاكل مع النجمات. موهبته الفنية كانت واضحة بشكل كبير من أول ظهور له، لذلك لن تتأخر خطواته الأولى وانطلق مسرعاً نحو القمة، حتى استطاع أن يقف على قمتها في السنوات الأخيرة عبر الدراما المصرية، بل ويحافظ على ما وصل له برغم الانتقادات والاتهامات التي وجهت له، وإذ كانت أهمها أنه يقوم بتقليد الفنان الراحل نور الشريف، ولكنه وبعد حالة من الصمت صرح بعدة تصريحات وهو على غير طبيعته الهادئة. أعزائي المشاهدين، اليوم ومن خلال التقرير التالي سنتحدث عن الفنان مصطفى شعبان من كل الجوانب الفنية والشخصية جدا، لذا تابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد مصطفى محمود شعبان في 19 من مايو عام 1970 في مدينة القاهرة. تخرج من كلية الإعلام قسم العلاقات العامة، ولدخوله كلية الإعلام قصة صرح بها في إحدى الحوارات، حيث قال بأنه حصل على مجموع كبير في الثانوية العامة، وكان يريد أن يلتحق بكلية إعلام، ولكن والده كان يريده طبيب، فأقنعه والده أن يسافر في الصيف وهو يتولى موضوع التنسيق وسيقدم له في كلية الإعلام. وسافر مصطفى وقدم له والده ورقه في كلية الطب وقبل فيها، وعندما رجع مصطفى فوجئ بأنه ملتحق بكلية الطب، فاستغرب جدا وسأل والده، فقال له بأنه من الواضح أنهم لم يلقوا مكان في كلية الإعلام لمصطفى، فحولوا ورقه لكلية الطب. وعندما دخل مصطفى الكلية وعند ذهابه إلى المشرحة تحديدا، قرر أن يحول من الكلية، وبالفعل استلف من أصدقائه وحول ورقه، وبعد فترة فوجئ والده بأنه في كلية الإعلام وليس الطب، فقال له مصطفى أن الكلية هي من حولت وهو ليس له شأن بذلك. بداية دخول مصطفى شعبان الفن كانت عندما التحق بمسرح الجامعة لحبه في الإخراج، وأثبت ذلك بإخراج مسرحية ضمن مهرجان الفنون المسرحية في فرنسا. وعند نجاح تلك المسرحية قرر إخراج مسرحية أخرى، وبالفعل استطاع أن يحصل على جائزة أحسن مخرج في الجامعات. ولكن وعلى الرغم من نجاحه كمخرج، اتجه إلى التمثيل عندما أتيحت له الفرصة الاشتراك مع الفنان محمد صبحي في مسرحية بالعربي الفصيح، حتى لفت الأنظار إليه وأعجب به كل العاملين معه. ثم ظهر مصطفى شعبان لأول مرة على شاشة السينما في دور صغير لا يتعدى الثمن مشاهد مع المخرج زكي فطين عبد الوهاب في فيلم رومانتيكا، ثم حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم فتاة من إسرائيل، وبعد ذلك قدم دور سعيد ابن الحاج متولي في مسلسل عائلة الحاج متولي، وهو الدور الذي حقق له نجاحا كبيرا وشهرة ضخمة، وكتب شهادة ميلاده الفنية الفعلية، ليشارك بعدها في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات. واستطاع من خلال أدواره المتنوعة من أن يجذب إليه أنظار النقاد والجماهير، حتى أصبح اسمه ينافس أسماء نجوم جيله من الشباب، خاصة عقب حصوله على دور البطولة في فيلم النعامة والطاووس مع الفنانة بسمة، والذي كان بمثابة الانطلاقة الحقيقية لعالم الشهرة، ليقدم أعمال مزاج الخير، الزوجة الرابعة، أيوب، أحلام عمرنا، كود 36، الوتر، العميل 1001، دكتور أمراض النساء، مافيا، خالد دماغ صاحي، العار، أبو البنات، اللهم إني صائم، أبو جبل، سكوت حنصور، وفتح عينيه. وبرغم النجاحات في كل عمل يقوم به، إلا أنه يتعرض دائما لهجمات مختلفة، منها أنه يحاول تقليد الفنان نور الشريف، وأنه دائم تقديم أعمال لا تتناسب مع شهر رمضان،
حيث أن أعماله الدرامية تعرض في شهر رمضان، ولكنه دافع عن كل هذا قائلاً: هناك العديد من الأعمال الفنية التي قدمت في عملين متشابهين ولم يحدث كل هذا الهجوم، وكل ما أقدمه هو مختلف عن أي مسلسل عرض من قبل، كما أنني لست مقتنعاً بعبارة نسخة مكررة، لأن كل المواضيع التي تنشأ من خلالها الأعمال الفنية سواء كانت سينمائية أو درامية تدور حول فكرة فقط، لكن المعالجة الدرامية هي التي تصنع الاختلاف. وشرف كبير لي أن أستطيع تقليد فنان بحجم نور الشريف، لكنني لم أفعل ذلك لأنني أعلم جيدا أنه مستحيل أن أكون نور الشريف. حالة من التوتر الدائم بين الفنان مصطفى شعبان والنجمات اللاتي يقفن أمامه، فنجد أن الفنان مصطفى متعدد الصدامات والمشاكل مع أبطال أعماله مثل منى زكي، والتي صرحت أنها لن تقف أمام مصطفى شعبان مجددا لكثرة المشاكل التي حدثت أثناء تصوير فيلم أحلام عمرنا، وهذا ما حدث مع درة ولقاء الخميسي وهنا شيحة. ومن ضمن الاتهامات أيضا التي وجهت إليه أنه مغرور لأنه لا يظهر في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، وهو ما نفاه قائلا: لا أشعر بيني وبين نفسي بأنني نجم حتى أصاب بالغرور، بل أكره حياة النجومية، أنا خجول إلى درجة تجعلني أبتعد عن الأضواء والظهور بشكل مستمر، والمقربون مني يعلمون ذلك، فما يظهر أمام الكاميرا مني مختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية. رغم شهرته بتقديم أعمال درامية مرتبطة بالزيجات المتعددة مثل الزوجة الرابعة، لكنه لم يتزوج سوى مرة واحدة، وحدث الانفصال بعد 7 شهور، ولم يتزوج حتى الآن. وبرر شعبان عدم زواجه مجددا أنه لم يعثر على أي امرأة يستطيع مشاركتها حياته وأحلامه، لأنه يرفض الزواج بالشكل التقليدي، كما أضاف أنه يرفض تماما الزواج من الوسط الفني لأنه يريد امرأة متفرغة له فقط دون أن تنشغل بأي مهنة أخرى قد تأخذ منها وقتها وجهدها. عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، هل ترى أن الاتهامات الموجهة للفنان مصطفى شعبان في محلها أم لك رأي آخر؟ شاركنا برأيك.